المزاج العام في البلد بيخلي الناس ساعات مش بتتقبل آراء مختلفة. لما الناس تبقى عايشة في ظل خوف وترقب وقلق، وناس عايشة في ظل رغبة إن هي تنتقم من ناس تانية، للأسف الناس دي مش هتقبل تسمع رأي مختلف، فما بالكم بالسخرية. الموضوع مش موضوع ضحك وهزار بس، الموضوع بيرسف في الآخر على أنت رأيك معايا ولا ضدي. وإحنا عرفنا من زمان إن استحالة ترضي كل الناس، وبمناسبة الآراء المختلفة في ناس دايما تحب تريح نفسها كده هوت وتحاول تصنفك انت مع مين. انا بصراحة ما بحب السؤال انت مع مين، بس انا ممكن اقول لكم انا مش مع مين. انا اكيد مش هاخد صف الناس اللي هجمتنا وكفرتنا وعلقتنا المشانق وكانت بتطلب علنا بقفلنا وسجننا، فما يتقاليش ان انا ممكن حتى ان انا اهتم برأيهم. في نفس الوقت انا مش مع النفاق والتأليه والفرعنة وتكرار نفس الاخطاء اللي حصلت لمدة 30 سنة ويمكن لمدة 60 سنة. انا مش ممكن اقف جنب ناس بتروج وبتحلم من شقاق الجيش وبيتمنوا السيناريو السوري وقف دبابه قدام دبابه وحرب اهليه وتدخل اجنبي وبيشجعوا غانا، وفي نفس الوقت انا ضد موت التخوين والترهيب ورجوع القبض العشوائي وعنف الاجهزه الامنيه. صعب ان انا اتجاهل كميه البني ادمين اللي بيتظلموا سواء بحبس او قتل لمجرد ان هم في المكان الغلط او لمجرد ان عليهم اشاعات او مجرد الاشتباه. واحنا كمان بيتقال لنا ان بعد 30/6 إن الثورة دي قامت عشان الديمقراطية وحرية الرأي ومكافحة الفاشية الدينية، لكن إحنا خايفين إن إحنا نستبدل الفاشية باسم الدين بفاشية باسم الوطن والأمن القومي. إحنا صوت حر، إحنا محدش يقدر يقول لنا نقول إيه وما نقولش إيه، محدش هيشتتنا ويقول لنا بص العصفور، إحنا مش هنخاف ولا هنتراجع وهنقول اللي إحنا عايزين نقوله ونقول بصوت عالي إن إحنا عبد المأمون وتحت أمر أي حد يقول لنا لا. انا ما قلتش الكلام ده هوت، احنا مش هنسمع باي حد يخوفنا او يرهبنا، احنا عايزين حريه حريه. الحريه برضو في ايد الناس الغلط مش كويسه عادي. انت ايدك تقيله ليه؟ لا انا مش ممكن اجيب ورا، انا هفضل احارب واكافح ضد الرقابه وضد الازرع. أنا مش هيهمني حد، أنا مش هخاف من حد، خلاص زمن الخوف راح. أنا ما عدتش أقدر أخاف بعد كده، محدش يقدر يعمل لي حاجة، أنا محدش يقدر يلمسني.